احنا قادمين من مدينه قلميم، وبالنسبه للعدد الرحال هنا راه واحد العدد كثير. شان ما نقدرش نوصف لك شحال ديال العدد، ويقدر تكون شي مليون ديال الكسيبه، تقدر تكون شي مليون ديال الكسيبه، وانت كتشوف كلشي بعينك. ها انت راه الكسيبه هكا والكسيبه هكا. المهم حنا جايين من مدينه قلميم وجايين عند هاد الناس، ورحبوا بنا، الله يجازيهم خير، الله يكثر خيرهم، وتهلاو فينا. يعني بواحد الطريقه شنقول لك، ما نقدرش نوصف لك هاد المواصفات ديال هاد الناس. يعني بواحد رحبوا بنا بواحد الطريقه اللي هي فهمتي، واحد الطريقه زوينه ما شاء الله عليهم. يعني الله يكثر خيرهم، الله يجازيهم خير. الما كيجيبوا لينا هما كيبيعوا لينا، كيجيبوا لينا البيتيه كيبيعوها لينا. ما تقدر تكون شي 4 شهور حتى 5 شهور. حتى 5 شهور. وجبنا حيت دابا الصحراء ما فيهاش، الصحراء ناقصه. دابا الصحراء هي ناقصه، واولا يعني الصحراء كيكون فيها غير واحد المده قصيره، يعني الوقيته ديال الربيع، الوقيته ديال الصيف كيبغوا الناس يمشوا للداخل كيرتاحوا هنا، كيلقاو يعني الصيف كيلقاو كلشي موفر، الماء فهمتي. يعني الاراضي هنا فلاحيه، يعني الكسيبه كطلع فيها مزيان. لا لا ما كاينش الماء، الناس ماشي واحد، الناس طوب حجر كاين، ولكن الحمد لله ما كاينش مشاكل. لا لا ما كاين، بحال انت دابا شتينا، دابا حنا حطينا، ما كاينش مشكل. لا لا زوين الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني شارع يعني الخير موجود الحمد لله، اللهم لك الحمد. هو مزيان الحمد لله، راه بخير. الكسيبه راه مزيانه، الكسيبه مزيانه الحمد لله، اللهم لك الحمد. جيب معاك العائله ودراك يقراو عاوتاني، ومن بعد يشدوا العطله يجوا، ويعني عادي. حنا راه بحال ما عندناش مشكل، يعني بحال تما بحال هنا، يعني ارض واحده، يعني ما عندناش مشكل.